ممكن نتكلم؟ ممكن. ما كانش حب، كان تمرد، ما فهمتش غير دلوك، وما عرفتش الفرق غير لما شفت الحقيقة. أنا كل اللي كنت عاوزاه إني أثبت لروحي إني ممكن أتحدى أي حاجة اتفرضت علي، يعني إن أقدر أشتغل وأحب وأعمل كل حاجة. ونسيت إن السمك لو طلع من المية ما يقدرش يعيش، لازم يرجع البحر تاني. على فكرة أنت ما غلطتيش زي ما قال الأستاذ سامي، واللي كنت فيه كانت تجربة. عارفة مشكلتك معايا إيه؟ إنك كذبت عليا. أنا ممكن أغلط، ممكن أعمل أي حاجة تضايقك وأتمرد على اللي حواليا، لكن أكذب مستحيل. مع إني سألتك ودريتي، افتكرت إن كل حاجة من حقك أنت لوحدك، كأنك مش عايشة مع عيلة، كأن أي حاجة بتعمليها بتعود عليك أنت وبس. عندك حق، بس أنا كنت حاطة نظارة سودة على عيني، ما كنتش بشوف غير اللي أنا عايزة أشوفه. أنا عارفة إنك بتحبني، كنت حاسة إنك قريب مني، بس إحساس التمرد كان مسيطر علي. الحب مش إن إحنا نشوف حد ونتمناه، ولا نعاند بعض عشان الاختيار، ولا نموت عشان وعد قلناه، لا. حب إنك تكملي وتعيشي عشان حد اخترتيه، مستعدة إن أنت تضحي بكل حاجة عشانه. الجواز عمره ما كان بساط ريح، لا، ده شوك بنمشي عليه عشان نجمع ونحصد الورد في الآخر. أنا مش عارف أنت بتبكي ليه دلوقت. ببكي عشان مش عايز أخسر. ناوية تستلمي الشغل امتى؟ لسه شوية. هتعملي ايه في موضوع الشقة؟ ولا حاجة، هقعد مع رؤوف لغاية لما سلمى تقوم بالسلامة. انت هاملة يا بت، تقعدي فين؟ كده كده مراته هترجع تقعد في الفيلا تاني، ناوية تقعدي انت وضريتك في مكان واحد؟ لا طبعا يا ماما، بس هقعد معاها لغاية لما ترجع بيتها بالسلامة، وبعد كده انا هتصرف. لا انت كده فعلا اتجننتي رسمي، انت فاكرة نفسك قديسة ولا ملاك بالسما؟ دينا، انت مدركه الكلام اللي بتقوليه ولا بتقولي اي حاجه وخلاص؟ انا عارفه انا بقول ايه كويس قوي، ولما بتكلم عن سلمى ما بتكلمش عن ضرتي، بتكلم عن بني ادمه اعرفها ولازم كلنا نقف جنبها.